مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في منتوج جديد وعقار جديد اللي كنتمنوا انه ينال اعجابكم والرضا ديالكم. خوتنا احبابنا، هذا نزولا عند الرغبة ديال كثير من الاخوة والاخوات اللي كيتواصلوا معنا وكيطلبوا منا نجيبوا لهم بعض الشقق اللي كتكون المساحة ديالها ما كبيرة شي بزاف، وكذلك الثمن ان شاء الله يكون في المتناول، وكيبغيو اننا نلقاو لهم شقق تكون في مواقع اللي زوينة، وكذلك المواقع اللي كتكون قريبة لنا المواصلات بحكم العمل ديال كثير من الاخوة والاخوات اللي كيتصلوا بنا كيكون في مدينة غير المدينة اللي غادي نشاركوا معكم اليوم، المدينة ديال تمارة. كاين ناس بزاف من الاخوه والاخوات اللي كيتصلوا بنا كيخدموا في مدينه الرباط وكيستقروا في مدينه تمارا، كيبغيو اننا الشقه تكون قريبه لنا بالخصوص المواصلات. هذا العقار هذا كيستجب لهذه المعايير كامله، قريبنا المواصلات، قريبنا المرافق العموميه كامله، قريبنا المدارس، وكذلك قريبنا كيف ما قلنا المواصلات. غادي نبداو معكم ان شاء الله من المدخل الرئيسي ديال هذا العقار هذا الجميل. كيف ما قلنا المساحه ديالو راه ما كبيره شيء، ولكن الثمن راه جد مناسب بحكم الموقع. الموقع تم الموقع كنتواجدوا في مدينه تمارا المسيره 2 حدا البومبا ديال الشيكا، موقع راه استراتيجي. الموقع حدا المحطه ديال الطوبيس المؤديه بزاف البلايص اللي في مدينه تمارا، وكذلك حتى مدينه الصخيرات، وكذلك حتى مدينه الرباط. يعني لا خوف على الناس اللي غيستقروا في هذه الشقه هذه من حيث المواصلات، يعني راه قريب لنا جميع المواصلات اللي يمكننا نحتاجوها. يعني كنت مثلا كنخدم في الصخيرات، كنت كنخدم في الرباط، كنت كنخدم غير في تمارا مثلا في السونتر، اي مواصلات غتحتاجوها غتلقاوها قريبها لهذا الشقة هذه الجميلة. المساحة ديالها 53 متر، فيها هذا الصالون هذا المتوسط، فيها صالون، جوج ديال الغرف ومطبخ وحمام. هذا هو الصالون ديالنا. المساحة كيف ما قلنا 53 متر، الدار نقية مهوية ومشمشة وقريبة لنا المرافق كاملة، راه كتواجد في الطابق الأول. هانتوما خوتنا أحبابنا، غرفة النوم الأولى، الغرف متوسطين زويونين. بالنسبة للشباب اللي متزوجين حديثا ممتازة لكم، راه قريبة لكم المرافق كاملة. حيت الغمولية وشي حاجة ما كاينش بصفة نهائية، الدار مشمشة قبلية، وكيف ما قلنا راه كتوجد في الطابق الأول. هانتوما اللي بغى يدير شي زيارة مرحبا به. مدينة تمارا مسيرة 2 قرب الشيكا، الشيكا المحطة ديال الشيكا، البومبة ديال المازوت اللي في الشيكا، وكذلك قرب المحطة ديال الطوبيسات. كويزين هي هذه جات بهذ الكيفيه، كويزين محترمه زوينه. المساحه ديال 53 متر عطاتنا هذه الكويزين هذه، راه ممتازه. هانتوما سيادنا، حتى اللي بغا يدير شي اضافه، شقه زوينه متوله ومهويه ومضويه، باش كعجبتني مضويه ومهويه، والثمن ان شاء الله راه في المتناول. هذه الكويزين، شفنا الغرفة النوم الاولى، نشارك معكم غرفة النوم الثانية هي هذه. الواجهة ديالها قبلية، جبت هذا البلاكار هذا بطبيعة الحركة، يبقى عندنا البلاكار فيكسي. بالنسبة للثمن خوتنا وحبابنا ديال هاد الشقة هذه اللي المساحة ديالها 53 متر، مساحة ما كبيرة شيء، جوج ديال الغرف، غير هي الدار متولة، جوج ديال الغرف، صالون وحمام ومطبخ. كيف ما قلنا بالنسبة للعائلات اللي يلاه بادين زوينة لكم، الحمام ديالنا هو هذا، جاب هاد الكيفية هذه. هذا راه نزولا عند الرغبه ديالكم نتوما خوتنا احبابنا، كتقولوا لنا كنجيبوا المنازل، كنجيبوا الفيلات، ما كتجيبوش غير الشقق اللي في المتناول. هذه راه شقه في المتناول، لا من حيث المساحه اللي مطلوبه، وكذلك الثمن ان شاء الله راه في المتناول. الثمن ديال هذه الشقه هذه 44 مليون وقابل للتفاوض. الثمن ديال هذا العقار هذا 44 مليون وقابل للتفاوض، كيتواجد في الطابق الاول، عندنا ثلاثه ديال الشقق في الايطاج، في الموقع ديال المسيره 2 قرب المواصلات، قرب المحلات التجاريه الصغيره والكبيره، قرب المدارس العم. اي حاجه ان شاء الله تحتاجها في الحياه اليوميه ديالك قريب لهذا الموقع هذا، لانه الحي راه معروف انه قريب له المرافق كامل اللي يمكننا نحتاجها في الحياه اليوميه ديالنا. الثمن راه 44 مليون في الطابق الاول، الثمن راه جد مقبول، وكذلك ان شاء الله راه قابل للتفاوض. ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر ارقام الهاتف اللي غتبان عندكم في الشاشه ان شاء الله، وحنا نزود لكم جميع المعلومات. كذلك اللي عنده اي عقار وبغى يتواصل معنا، كنكونوا سعداء، كنكونوا فرحانين اننا نلبيو لكم ان شاء الله الطلبات ديالكم، ونعملوا ما بوسعنا اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم نبذلوا واحد المجهود اللي يكون كبير ان شاء الله باش نبيعوا لكم العقار ديالكم في اقرب وقت. كذلك انتم اخوتنا احبابنا اللي بغى يشري عقار، اي عقار، كان شقه، منزل، فيلا، بقعه ارضيه، جميع ان شاء الله الامور عندنا حتى الاراضي الفلاحيه، اتصلوا بنا، راه عندنا الخير والتيسير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمه الله.